ليفربول بيستعد لرحيل محمد صلاح خلال الشهور القادمة، فما تفاصيل رحيل العالمي محمد صلاح وما الوجهة التي سيذهب إليها؟ كل التفاصيل نعرضها لحضراتكم من خلال تغطيتنا. كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن استقرار ليفربول على رحيل نجمه الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت شبكة HTIC العالمية أن المدير التنفيذي لنادي ليفربول مايكل إدواردز منفتح على بيعه خلال الصيف المقبل لرغبته في رحيل عدد من اللاعبين الكبار سناً، وأنه يريد التعاقد مع صفقات صغيرة في السن وأن يقوم ببناء فريق جديد، خاصة أن يورغن كلوب المدير الفني للريتش سيرحل بنهاية الموسم. قالت أيضا أن الوجهة الأكثر ترجيحا لصلاح هي نادي الاتحاد السعودي، والذي قام ببعض أكبر التعاقدات داخل دوري المحترفين في الأشهر 12 الماضية، والمقرر أن يصبح صلاح اللاعب الأعلى أجرا في العالم، حيث من المتوقع أن يتجاوز راتب كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الذي يحصل على 3 ملايين استرليني أسبوعيا. سابقا كان بالفعل قدم نادي اتحاد جدة عرضا لضم محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن إدارة الريتس رفضت التفريط في خدمات محمد صلاح واستمر في الأنفيلد وسط مطالبات من المدرب يورغن كلوب بالحفاظ عليه وعدم رحيله. أيضا صرح في ذلك الوقت موقع فوتبول إنسايدر، قال أن إدارة ليفربول ستضع 100 مليون جنيه استرليني كسعر لبيع محمد صلاح لكافة الأندية الراغبة في ضم اللاعب. وبالحقيقة إنه بالرغم من أن ليفربول قلل من مطالبه المالية، إلى أن رحيل صلاح سيكون مشروطا برفضه تجديد عقده مع النادي في المستقبل. نذكر حضراتكم بأنه سينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025، ومن المتوقع أيضا أن يكون الموسم المقبل هو الأخير له مع النادي. ومع رحيل يورغن كلوب المدير الفني عن الفريق تتزايد التكهنات حول مستقبل صلاح مع الريتس. ولكن أخيرا كان خاض اللاعب محمد صلاح عددا من المباريات الهامة برفقة ليفربول في الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل 19 هدفاً وصناعة 10 آخرين في مختلف المسابقات. وقد تألق بشكل خاص بعد فوز الفريق بكأس الرابطة الإنجليزية، وتوقع الجماهير والمحللون الرياضيون أن يستمر الصراع من أجل ضم محمد صلاح، والذي يعد واحداً من أبرز نجوم كرة القدم في العالم. ومع تقديم ليفربول سعرا محددا لبيع اللاعب، فالمستقبل يبدو مليئا بالتحديات والتطورات المثيرة. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.